ان شاء الله باش تطول ظهوري ان شاء الله. كنت شفت في الواتساب كنظن في الفيسبوك شي حد هضر على هاد السيده، ومني سمعت انا ما عمرها ما خدمت معايا، ولكن تنعرفها تنتفرج فيها شفتها، هي في المرتبه ديال الناس القدام، أمينة رشيد، هاد نعيمه المشرقي، كاع القدام اللي كانوا فضيله موسى، يعني هي من هاد الناس هادو، وخصوصا ان ما عندهاش شي اعمال كبيره، ولكن فمسكينه للاسف عرفتها وهي معطله، لان كون عرفتها في الوقيته اللي كان وقع لها لافيسي كان ممكن نقدوها، ولكن الان عرفتها حتى ولات يعني جاتها تمشى عليها واحد العرق في راسها، ولا عندها شلال وما بقاتش مسكينه كتحرك، وطلبوا مني باش ندير لها غير الترويض وداك الشيء وهذا باش نعاونها شويه. من بعد درسنا الملف ديالها معايا بعض الاطباء اصدقاء ديالي، فقالوا بان راه عندها الحق هي في داك سميتو ديال التضامن، يعني في رمي التضامن راه عندها الحق تجي للشيخ خليفه وداوا فابور، فجبناها، يعني ما كلفناش شي حاجه كثيره، كلفتنا المجيء ديالها الحمد لله، وجبناها ولقينا من الطاقم الطبي ديال الشيخ خليفه كل خير، استقبلوها يعني بواحد الجميل في هاد في الشيخ خليفه هو انهم ما تفرقوش بين المواطن، كيف ما كان عنده ولا ما عندوش نفس لا شومبر، نفس المكانه، نفس الاهتمام، الاطباء ديالهم تبارك الله شباب طيبين، داكشي اللي داروا عليها ما كيتصور شيء، فالحمد لله بعد اموا عرفنا شنو عندها وعرفنا بعض الحويجات، وعرفنا للاسف الشديد هي المرض ديالها مزمن، والان تخصها عنايه في الدار ديالها واهتمام اكثر، فلهذا الان بلات المسؤوليه على وزاره الثقافه وعلى حقوق التاليف، لان عندهم واحد القسم الاجتماعي، فهذا القسم الاجتماعي هو اللي بغينا نناديو من خلال المربعه ديالكم ان يجي واحد شويه ديال الفلوس من ديك حقوق التاليف، واللي تعطى لهاد الناس اللي هما ما فحالهم شيء، بحال مثلا انا عندي فكره نطرحها من خلال المنبر ديالكم على المديره ديال حقوق التاليف، ان مثلا الناس اللي كتجيهم في حقوق التاليف كل سنه كتجيهم واحد 70 80 الف درهم، تحيد لهم واحد 2000 درهم، ماشي شي حاجه، يعني الا جاتو 78 بحال الا جاتو، واللي كيشد مثلا قل تحيد له مثلا 1000، وهذا حتى كتوصل ل 100 درهم، حتى كتوصل ل 50 درهم، حتى توصل ل 20 درهم، يعني من عند الحقوق ديال الفنان، رغم ان بعض القطعات ما تتخلصش، يعني التلفزيون داكشي اللي خصو يخلص حقوق التاليف، حنا راه كيجينا داكشي بسيط، ولكن مستعدين نعطيو منه شويه، فهذاك المبلغ احنا شحال عندنا من واحد، كاينين واحد المجموعه واحد 20 ولا 30 اللي تيعانيو من هذا من قله الشيء، يعني في هذه الفنانه القدام دير لهم واحد الخليصه ولا تعطاهم واحد المبلغ مهم اللي يقدروا يعيشوا به بكرامتهم ومرتاحين، يعني لان هذه حقوق، كاين حقوق مجاوره وحقوق على السماء وحقوق، فالميساج اللي بغيت نوصل هو هذا، هو ان دار واحد ندوه واحد يوم دراسي لهذه المساله هذه، وتعاود الضمصه ونشوفوا هاد الناس اللي ما فعلوا تعاونوا معهم، يعني لا من ناحيه السكن لا من ناحيه كذا لا من ناحيه، للاسف الشديد هذا هو سبب الخلاف اللي كان بيني وبين السيد وزير الثقافه، ملي هضرت معاه ما عجبوش الحال، وكان سبب باش وقفنا هذيك ليله نجوم الشاشه، لانه كان وعدنا باش نمشيو بعيد بها ومن بعد خوابينا، فالله يسامحه، ولكن راه ضيعنا واحد المجهود ديال سنوات اللي كنا غاديين في واحد الاطار غاديين به وخدامين به مزيان، فانا كنعقل ان ملي كان الوزير السابق اللي هو السي العرج جاب يدو لدرب السلطان وجلسنا مع احمد الصعري وتعطاتهم مبالغ ماديه اللي قدرت عاوناتو، مسكين مات هو من بعد، مات منها مات غير بشي اسبوع مات، يعني عاوناتو فسميتو كاين مساعدات من عند صاحب الجلالة الله ينصرو، يعني بالنسبة للناس اللي كتكون مريضة أو للناس اللي كتمشي للمستشفى ديال العسكري، كاين ولكن الناس اللي مكلفين بالإيقاع بالقطاع ما تيديروش ما تيتحركوش في هذا الإطار، هذا خصهم يتحركوا، ما يبقاش عندنا بحال هاد الإيقاع هذا.